تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية، أقامت المؤسسة الخيرية الملكية الحفل السنوي للمؤسسة تقديرا لعطاء وجهود الإدارة التنفيذية وجميع موظفي المؤسسة في تنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وتقديم مختلف أنواع الرعاية المتميزة لجميع الأسر المنتسبة للمؤسسة الخيرية الملكية. ثمن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الرعاية الملكية والاهتمام الأبوي الذي يوليه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية ودعم سمو رئيس الوزراء ومؤازرة سمو ولي العهد، وأشاد سموه بالتوجيهات الدائمة لجلالة الملك المفدى وحرص جلالته لتقديم الخدمات والرعاية الشاملة والمتميزة لكافة أسر الخيرية الملكية بما يضمن للجميع الحياة الكريمة والمستقرة والاهتمام بتقديم المساعدة النوعية لجميع الفئات المستحقة في مملكتنا الغالية، مما كان له الأثر الكبير في ارتقاء العمل الخيري والإنساني داخل وخارج مملكة البحرين وتحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات التي وصلت لها المؤسسة، مشيرا سموه إلى أن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه هو الموجه والمستشار للمؤسسة الخيرية الملكية من أجل تقديم العون والمساعدة لجميع الهيئات والمؤسسات داخل وخارج المملكة. كما نقل سموه تحيات وتقدير جلالة الملك المفدى إلى أعضاء مجلس الأمناء ولجميع موظفي المؤسسة، مشيدا بالجهود الكبيرة لدورهم البارز في خدمة الأيتام والأرامل وجميع الفئات المستحقة في مملكتنا الغالية، حيث ساهم الجميع في إبراز عمل المؤسسة وإنجازاتها ووضع بصمة العمل الخيري لمملكة البحرين في مختلف الميادين، موجها الجميع لمواصلة الجهود لتحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك المفدى من عمل المؤسسة، مشيدا سموه بالتعاون البناء والشراكة المجتمعية للعديد من المؤسسات والشركات الوطنية لخدمة العمل الخيري والمساهمة في تحقيق هذه الإنجازات. كما أكد سمو خلال كلمته بأنه لن يتنازل عن العمل في المؤسسة الخيرية الملكية تحت أي ظرف، مشيرا لاعتزازه بالعمل الخيري. أنا في المرة الماضية دكتور مصطفى كنا نتكلم شوي عن الروتين والرسميات، لكن ما أخطط إلى كلمة ولا أخطط إلى شيء، لكن لما أشوف موقف المؤسسة الخيرية لابد إني أتكلم لهم وأتكلم شكر كل عام. وكل عام نجتمع ولله الحمد انتقاصا الخير وانتقاصا الانجازات ونطلع على ما قامت المؤسسة مع أعضائها المتميزين، وانا كل سنة اقول يا ليت كل مؤسسات مملكة البحرين تكون مثل اعضاء مؤسسة الملكية الخيرية. يعني تواجدي معاكم هو أكبر اعتزاز وفخر، وتذكر باتجاه الملك كلمة واحدة قلت له أتمنى شيء واحد إنك تجربي من كل شيء في هالدنيا إلا المؤسسة الخيرية. أنا معاكم في هذه المؤسسة ما في شك، أنا معاكم سواء كنت رئيسها أو كنت أصغر موظف فيها. ما في طلع. بس الآن خلنا نواجه الواقع. منجزات المؤسسة كثيرة ولله الحمد. وطاقتنا كبيرة وخبرتنا ما شاء الله بكم وبأعضاء المجلس يعني ولله الحمد من العيار الثقيل. لكن ترى عندنا إحنا موظفين مستشار واحد فقط. وهذا المستشار هو اللي أعطانا كل هذه الآراء، هو اللي أعطانا كل هذه المشاريع، وهو اللي قال لنا روحوا إلى هذا البلد وعطوا هذا البلد وساعدوني في الداخل وساعدوني في الخارج، والآن في عندنا أخوان محتاجين وعندنا شعب متأمل من الخارج يتأمل مساعدة أخوه من مملكة البحرين، وهو اللي دائما هذا المستشار اللي يدعمنا ويدفعنا ودائما يسبقنا في مقترحاتنا أحد. فهذا المستشار وطبعا جلالة الملك تعودنا احنا على هذا الأسلوب، تعودنا احنا نجلس ونستمع إلى مستشارنا جلالة الملك
يقول لنا شو اللي نسويه. الآن أنا أبغي أوظف 120 مستشار. مستعرفون 120 العدد هذا شيء عددكم أنتم كله. فكل موظف، كل عضو في المؤسسة الخيرية الملكية هو مستشار لجلالة الملك. فرأيكم هو اللي بيكون إن شاء الله في الصلاة، ورأيكم وشعوركم هو اللي راح ما راح نستغني عنه، وشعوركم أنتم هو اللي بيكون إن شاء الله من ضمن استراتيجيتنا وخططنا لعام 2018 وصاعد. فلا تبخلون علينا بأشواركم، لا تبخلون علينا بآرائكم، أعطونا آرائكم اللي تخدمنا في الداخل وتخدمنا في الخارج، وراح نخصص لها جهة أو قسم خاص لمستشارين المؤسسة. وأنا إن شاء الله راح أطلع على هذه الاستشارات مباشرة، وإن شاء الله إن إحنا راح بقدر الإمكان تطبيقها على أرض الواقع. فإحنا نتوقع 120 شهور كل مرة، لأن أنت وصحة. وخلال الحفل تفضل سموه بتكريم موظف العام والموظفين الحاصلين على شهادات التميز والشكر والتقدير خلال عام 2017، وذلك تقديرا لعطائهم وعملهم المميز. ومن جانبه تقدم سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية بخالص الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المفدى الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية حفظه الله ورعاه، وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على الثقة الغالية التي تحظى بها المؤسسة الخيرية الملكية والدعم الكبير، مؤكدا سعادته أن عام 2017 كان عاما متميزا وحافلا بالإنجازات الإنسانية والتنموية للمؤسسة الخيرية الملكية استحقت الإشادة والثناء من قبل الجميع وعلى كل الأصعدة.